وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد الجنيد، مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل. إذا سيد أحمد، نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية، ما هي جهود الإدارة خلال شهر رمضان المبارك فيما يتعلق بحملات التفتيش، وهل تم رصد أي مخالفات أو تجاوزات من قبل العمالة؟ هيئة تنظيم سوق العمل حريصة على تنفيذ الدور المنوط بها في تنظيم سوق العمل للحفاظ على بيئة عمل تتمتع بالتنافسية العالية والعدالة، اللي تعزز من قدرة المملكة في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية مع حفاظها على حقوق جميع أطراف العمل. ومن هذا المنطلق فالهيئة تعمل بصورة حثيثة على تكثيف الحملات التفتيشية اليومية في جميع المحافظات وعلى مختلف الأنشطة التجارية وأماكن تجمع العمالة، وذلك طوال العام بالتعاون مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها. كما نحرص خلال شهر رمضان على الاستمرار في ذات الوتيرة بهدف التحقق من التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، والتأكيد على عدم التراخي والتساهل مع أي إجراءات مخالفة للأنظمة والقوانين. أما فيما يتعلق برصد مخالفات خلال هذا الشهر، فقد تم فعلا رصد عدد من المخالفات، لكن نأمل ونتطلع إلى زيادة وعي المجتمع بالأنظمة والقوانين لتجنب بعض الممارسات اللي قد تعرضهم إلى المساءلة القانونية، لا سيما المخالفات المتكررة وأبرزها العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، إلى جانب عدم استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة. نعم سيد أحمد، كيف تقرأ تجاوب الجهات المعنية مع هيئة تنظيم سوق العمل حول قوانين إصلاح سوق العمل؟ التعاون بين مختلف الجهات والعمل كفريق واحد يعد من صميم برنامج الحكومة، ونلمس في الهيئة ولله الحمد تعاون كبير من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في دعم جهود الهيئة لتطوير وإصلاح سوق العمل ومعالجة أي اختلالات من شأنها أن تؤثر على إنتاجيته واستقراره. فهدفنا الأسمى هو الوصول إلى بيئة عمل مستقرة ومنتجة وعادلة تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي العام للمملكة. نعم سعادة السيد أحمد الجنيد، مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.